صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج هذا الصباح قناة إكسترا نيوز. حلقة جديدة ويوم جديد، يا رب إن شاء الله يكون يوم جميل علينا كلنا وعلى كل الشعب المصري وعلى كل الناس على كل العالم أجمع. النهاردة يوم الخميس 15 أكتوبر 2020. النهاردة يمكن زي كل يوم هيكون معنا مجموعة متنوعة من الأخبار والفقرات المهمة. النهاردة كمان هيكون لنا جولة خاصة جدا من داخل مستشفى الثدي التابع لمعهد الأورام بمناسبة شهر أكتوبر. شهر أكتوبر هو شهر التوعية بهذا المرض. كمان النهاردة هيكون معنا فقرة مهمة من داخل محافظة المنوفية لمتابعة مبادرة نور حياة للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار. هنبدأ بقى حلقتنا بمجموعة من الأخبار كالعادة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تطوير حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء دعما لكافة المجالات التنموية، وبما يتضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وده طبعا بالتناغم مع الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع للارتقاء بآليات التحصيل وتطوير الخدمات. وفي ذات السياق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء رئيس شركة سيمنز الألمانية العالمية الذي أعرب عن تطلع الشركة لتطوير نشاطها الناجح في مصر على خلفية الإنجازات غير المسبوقة اللي حققتها سيمنز بتعاونها المثمر مع الحكومة المصرية في ظل مناخ استثماري مواتي يلقى دعم ومتابعة شخصية دقيقة من قبل السيد الرئيس. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في قطاع الكهرباء. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس اطلع على جهود تحديث وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية في مصر بكافة مكونات بنيتها الأساسية بدءا من محطات توليد وإنتاج الكهرباء وشبكات التوزيع وصولا لإمداد الوحدات السكنية وغيرها بالطاقة الكهربائية، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس بامتلاك مصر لشبكة كهرباء وطنية شاملة الأركان ومؤسسة على أحدث مستوى لنقل الطاقة الكهربائية على نحو آمن وسريع وبأقل قدر من الفاقد وأعلى درجة من الجودة. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار تطوير حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء دعما لكافة المجالات التنموية، وبما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بالتناغم مع الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع للارتقاء بآليات التحصيل وتطوير الخدمات. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا مستجدات شبكة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء أنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي والتي تتم بخبرة وتنفيذ مصري خالص. كما تناول الاجتماع آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية والأردن، فضلا عن الربط الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وهي المشروعات التي تتكامل مع جهود الدولة لتنمية سيناء، حيث تقام بها البنية الأساسية للربط الكهربائي الإقليمي، مما يساهم في تطوير شبكات التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بسيناء. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي في ضوء ما تحققه من مصالح مشتركة وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام، سواء بالاستهلاك المحلي أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكة الربط. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جو كايزر رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز الألمانية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب السيد كريم أمين نائب الرئيس التنفيذي لقطاع توليد الطاقة بشركة سيمنز.
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد جو كايزر أطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة في مصر، معربا عن تطلع سيمنز لتطوير نشاطها الناجح في مصر، خاصة في قطاعات نظم النقل الذكية ورقمنة مجال الصناعة، وذلك على خلفية الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الشركة بتعاونها المثمر مع الحكومة المصرية في ظل مناخ استثماري موات يلقى دعما ومتابعة شخصية دقيقة من قبل السيد الرئيس. من جانبه أعرب السيد الرئيس عن التقدير لما حققته شركة سيمنز من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وتجربتها الناجحة في هذا الصدد، معربا سيادته عن التطلع للاستفادة من خبرات الشركة في عدة قطاعات تنموية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهني للكوادر المصرية لصقلها فنيا وحرفيا وعلى نحو يرسخ قيم إتقان العمل والأداء ودقة الإنتاج. زارت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، وقالت السيدة انتصار السيسي إن الحفاظ على الحرف التراثية هو حفاظ على ثقافة الأمة المصرية وهويتها وتاريخها العريق، خاصة في الريف والصعيد والمحافظات الحدودية. ومن هنا أود أن أتوجه بالشكر للعارضين المشاركين في نسخة هذا العام من معرض تراثنا، وأسجل إعجابي بما قدموه من منتجات متنوعة تعكس الهوية الوطنية والثراء الثقافي والحضاري لمصر، وأتطلع لمزيد من النجاح والتوسع في أعمالكم خلال الدورات القادمة من المعرض. كما كرمت السيدة انتصار السيسي الفائزين بجائزة الأفضل للمشروعات الحرفية واليدوية ومتناهية الصغر. هذا المعرض يأتي انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتجاهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل ومصدر دخل للمرأة. فالمرأة المصرية لها قدرة متميزة على العمل في جميع المجالات، ولكن بيظهر إبداعها وتطورها في الحرف اليدوية والتراثية، وهو الحال في جميع محافظات وقرى مصر. أتوجه بالتهنئة للفائزين بجائزة الأفضل للمشروعات الحرفية واليدوية ومتناهية الصغر. إن الحفاظ على الحرف التراثية هو حفاظ على ثقافة الأمة المصرية وهويتها وتاريخها العريق، خاصة في الريف والصعيد والمحافظات الحدودية. ومن هنا أود أن أتوجه بالشكر للعارضين المشاركين في نسخة هذا العام من معرض تراثنا، وأسجل إعجابي بما قدموه من منتجات متنوعة بتعكس الهوية الوطنية والثراء الثقافي والحضاري لمصر، وأتطلع المزيد من النجاح والتوسع في أعمالكم خلال الدورات القادمة من المعرض. وأؤكد من خلالكم أن الدولة ستواصل سعيها الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات، خاصة الدعم الموجه لسيدات مصر، وذلك لما لهن من دور فعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي. وأخيراً أجدد الإعراب عن سعادتي بوجودي معكم اليوم، والذي أتطلع لأن يمثل رسالة دعم
لأصحاب الحرف التراثية للمحافظة عليها والعمل على نموها والاستمرار في التطور والإبداع. وشكرا. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وخلال الاجتماع قدم الدكتور محمد معيط وزير المالية عرض حول مؤشرات الأداء المالي للفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر. خلينا بقى كده نلقي سريعا الضوء على الاقتصاد المصري وبالأخص في هذه الفترة. معانا دكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي. صباح الخير يا دكتور. النور يا فندم. لو استعرضنا مع حضرتك أبرز مؤشرات الأداء المالي للربع الأول من العام المالي 2020-2021، وبالأخص أن هناك الكثير من المؤسسات يعني الدولية الاقتصادية التي يعني تشيد بالاقتصاد المصري رغم تداعيات أزمة كورونا، ولكن البنك الدولي كمان تحديدا قال أنه اقتصاد مصر يعتبر نقطة مضيئة في الشرق الأوسط. تمام، بالتأكيد حضرتك بعد عرض المؤشرات للربع الأول من العام المالي الحالي بنجد أن الاقتصاد المصري بيسير في الطريق الصحيح وبيستكمل مسيرة النجاح، خاصة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. شفنا إزاي أن معدل الإيرادات اللي بيزيد يوم بعد يوم في مقابل معدل النمو الخاص بالمصروفات، بمعنى ان ايراداتنا او الايرادات العامه للدوله من جميع القطاعات، اذا كنا بنتكلم على الصناعه والزراعه والصادرات وباقي القطاعات اللي بتضر دخل للدوله المصريه، بتشهد ارتفاع في معدل النمو بيقدر ب 18.4% خلال الربع الاول من العام المالي الحالي، في مقابل زيادة في معدل المصروفات ب 11%. ده معناه ايه؟ ان قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها واحتياجاتها اليومية بيتضاعف، وده بيؤدي الى وجود فائض اولي بيقدر ب 100 مليون جنيه، بمعنى ان ايراداتنا زادت عن المصروفات ب 100 مليون جنيه قبل طبعا خصم فوائد او اقساط الديون. وده بيخلينا نقول ان الاقتصاد المصري حتى وقت ازمه كورونا اللي ما زالت موجوده بالفعل وما زال تاثيرها على الاقتصاد العالمي، الا ان الاقتصاد المصري بيعطي رساله للعالم اجمع وللاقتصاد العالمي انه اقتصاد بيتسم بالتنوع في المصادر والموارد، وانه قادر على تلقي الصدمات مش بشهادة الداخل المصري فقط، ولكن بشهادة كافة التقارير والصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. البنك الدولي تحديدا وصفه بانه نقطة مضيئة، يعني نقطة مضيئة في الوطن العربي، وده يعني يدل على شيء، يدل على انه الحمد لله نحن نسير في الطريق الصحيح، وانه برنامج الاصلاح الاقتصادي سندنا في هذه الفتره. بالظبط، وده بفضل ايه؟ يعني الاسباب اللي ادت ان الاقتصاد المصري بيتلافى الاثار السلبيه لفيروس كورونا، ده بسبب ان الدوله المصريه بتنتهك سياسه الانفتاح وزياده المشروعات القوميه اللي بتزيد من حجم الانتاجيه، وبالتالي بتساهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي اللي ليه تأثير بالطبع على زيادة معدل النمو. إلى جانب النقطة الأهم في تنفيذ المشروعات القومية، وهو وجود فرص تشغيلية تساهم في انخفاض معدل البطالة. فرص عمل، أكيد فرص عمل. طيب، في تقرير صادر عن البنك الدولي لإحصاءات الدين العالمي 2021، هذا التقرير أظهر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 9 مليار دولار. أهمية هذا التقرير إيه؟
وبرضو خلينا نشرح للمشاهد والمتابع المصري ازاي برنامج الصحة الاقتصادي ساهم في زيادة الاستثمارات وزيادة كمان معدلات النمو لو ممكن نقول. تمام، بالفعل احنا في خلال 2019 مصر قدرت تجذب استثمارات أجنبية مباشرة ب9 مليار دولار. معنى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ان بيبقى فيه مستثمر بيقدر يضخ استثماراته داخل الاقتصاد المصري من خلال إنشاء مشروعات إنتاجية بتساهم في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج. طب إيه اللي ساهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهذا الحجم، واللي بيعتبر من أكثر الاستثمارات الأجنبية الموجهة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط؟ ده إن مصر ابتدت تهيئ البيئة الاستثمارية والبيئة التشريعية لمناخ الاستثمار عن طريق صدور قانون الاستثمار اللي تم صدوره في 2017، بالإضافة للعديد من القوانين المهيئة والمحفزة للاستثمار زي قانون الإفلاس وإعطاء العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمر عشان يقدر يكون آمن على استثماراته وبالتالي يعظم من أرباحه ويستفيد. تمام. النقطة الأهم في عملية جذب الاستثمار وهو الاستقرار السياسي والأمني. مفيش دي نقطة مهمة جدا. بالضبط. مفيش أي زيادة في الاستثمارات أو وجود أي استثمار على الأقل إلا بتحقيق الاستقرار السياسي والأمني اللي شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية، وبالتالي كان ده الأثر الإيجابي على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فطبعا الكثير من الحوافز الاستثمارية والحوافز الضريبية اللي الدولة بتنتهجها لزيادة حجم الاستثمار إلى جانب الإجراءات التيسير الإجراءات الخاصة ببدء الأعمال وبدء النشاط التجاري والعديد من الإجراءات الحكومية للتيسير على المستثمر إن هو يقدر يخلص إجراءات بدء النشاط وتوصيل كافة المرافق للخدمات للأراضي اللي مجهزة لعملية الاستثمار على طول، وبالتالي كل تلك العوامل ساهمت في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر. المشروعات القومية اللي بتنفذ الآن في مختلف محافظات الجمهورية، عندنا مشروعات في كافة المجالات وفي كافة القطاعات، أهمية هذا التوجه إيه؟ سواء كنت بتكلم عن توفير فرص عمل، القضاء على البطالة، فتح أسواق جديدة، جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفي نفس الوقت يعني دي ليها ناحية تانية وهي فكرة أنه هذه المشروعات القومية اللي بتنفذ زي ما حضرتك قلت بتؤثر على صورة مصر أمام العالم فيما يتعلق بالاستقرار السياسي والاستقرار الأمني. ولكن هنا اقتصاديا يعني هذه المشروعات القومية هتؤثر على الاقتصاد المصري الفترة الجاية ازاي؟ تمام، احنا من فترة 6 سنوات من بعد 2014 والدولة بتنتهج سياسة التنمية المستدامة، بمعنى كيفية استغلال كافة الموارد والامكانيات المتاحة لديها لتعظيم امكانياتها وتعظيم انتاجيتها وقيمتها المضافة على الاقتصاد المصري. احنا شاهدنا خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات القومية وده بهدف إعادة صياغة خريطة مصر الاستثمارية والإنتاجية وسط العالم، وبالتالي ده هنشوفه خلال الفترة الحالية والقادمة في حصد ثمار تلك المشروعات القومية من خلال زيادة حجم صادراتنا اللي كان وصل في 2019 ل 30 مليار دولار، وإحنا دلوقتي الدولة عندها طموح إن توصل بهذا الرقم ل 55 مليار دولار. والرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر في احد اللقاءات وافتتاحات المشروعات القوميه ان بيتوقع ان يصل هذا الرقم ل 100 مليار دولار في المستقبل، وان قال ان احنا قادرين على تحقيق هذا الرقم بفضل الكثير من المشروعات القوميه، واللي زياده الانتاجيه من هذه المشروعات هتخلينا ان احنا نقدر نوصل بحجم صادراتنا لهذا الرقم من خلال زيادة في حجم
الجودة الخاصة بالمنتجات المصرية، واحنا شفنا ده بيتحقق فعلا حتى في أزمة كورونا. احنا لقينا الحاصلات الزراعية بتتبوأ مكانة خلال الشهور الأولى من تلك الأزمة، إن عندنا كان في 3 حاصلات زراعية كان أهمهم الفراولة والبطاطس والبرتقال، تصدروا المراكز الأولى عالميا في التصدير. بالضبط كده، وبالتالي الاقتصاد المصري بفضل المشروعات القومية اللي تم تنفيذها عندها فرص تنافسية تقدر تستغلها وتفتح أسواق جديدة، خاصة كمان العامل السياسي اللي بيقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الخارجية، ده بيساهم برضو في زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات المصرية. تمام. لو احنا بنتكلم على زيادة أو توافر المنتجات المحلية، احنا في كل الفترة اللي فاتت ما لاحظناش أي عجز أو وجود فجوة في أي سلعة أو منتج داخل الاقتصاد المصري، وده برضو بيرجع لتنفيذ العديد من المشروعات الإنتاجية واهتمام الحكومة بتوفير كافة السلع والمنتجات خلال الأزمة، وده اللي ما كانش واضح جدا إن في أي تأثر من عدم وجود مثلا أي سلعة موجودة في السوق المصري. وده بيخلينا نطمئن أكثر على جدية والجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروعات الاقتصادية اللي بتقوم بيها الحكومة حاليا، لأن ده بيعتبر زيادة مساهمة أي قطاع، خاصة كمان إن احنا عندنا قطاعات واعدة زي قطاع الاستكشافات البترولية، وازاي شفنا ان احنا خلال فترة وجيزة قدرنا نحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وفي طريقنا ان شاء الله للاكتفاء الذاتي من البترول، ده بفضل كمان السمعة الجيدة للاقتصاد المصري بعد برنامج الاصلاح الاقتصادي وتهافت الشركات العالمية للاستثمار والبحث والتنقيب. ده بيعطي رسالة خارجية في قوة الاقتصاد المصري ومدى التزام الدولة المصرية في الوفاء بجميع التزاماتها أمام العالم. أنا بشكر حضرتك على كل هذه التفاصيل والمعلومات، الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، شكرا لك يا فندم. طيب، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه بالأمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتعديل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وفي ضوء ذلك وافق المجلس على الإعلان عن طرح 100,000 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمساحات مختلفة على حسب طبعا الطلب، وطبعا ده كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية ببناء 250,000 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية اللي بتتخذها الدولة. أعلنت وزارة النقل رسميا بدء تطبيق قرار تخفيضات كبار السن بوسائل النقل العام التابعة لها شاملة المترو والسكة الحديد منذ أمس الأربعاء بدلا من يوم الخميس، وده وفقا لما يعني اتفقت عليه وزارة النقل والتضامن تنفيذا لتكليف القيادة السياسية بالتخفيف على كبار السن وكمان تقديم سبل الدعم لهم. يتضمن القرار بأن المواطن فوق سن 60 سنة أو 70 سنة بيتوجه لشباك الحجز بموجب بطاقة الرقم القومي، بيحصل على استمارة مدون فيها بياناته ويستقل بمقتضاها القطارات العادية بنسبة تخفيض 50% لمن فوق 60 عاما ومجانا لمن فوق سن 70 عاما، بينما في المترو يقوم المواطن بإظهار بطاقة الرقم القومي الخاصة به للصراف ليحصل على تذكرة المخفضة سواء 50% لمن فوق 60 سنة أو حتى 100% لمن فوق 70 سنة. هنروح لفاصل وهنكمل من بعده باقي أخبار.
برحب بحضراتكم مرة تانية. قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن المتحف القومي للحضارة بما شهدوا من تطوير وبحيرة عين الصيرة والمنطقة المحيطة ستمثل نقلة سياحية كبرى لمصر، وبيعرض خلاصة بقى الحضارة المصرية من بداية التاريخ وحتى الآن. يمكن إحنا من شهرين كده تقريبا رحنا عملنا فقرة مسجلة في بحيرة عين الصيرة، يعني نقلة مختلفة تماما. هذا المكان كان عبارة عن مقلب قمامة، تلوث، ذباب، ريحة وحشة جدا، عشوائية. لما روحنا بقى وشفنا التطور اللي حصل فيه حاجة تانية، تحول إلى متنفس للأهالي، المية لونها أزرق، الجو نظيف، كل حاجة فيها هناك جميلة، حتى المساحات الخضراء الشاسعة تم تغطية المكان بالكامل. المنطقة دي اتغيرت تماما، يعني احنا كمان واحنا شفناها بنفسنا اتغيرت تماما. وفي بقى عندنا زي ما انتم شايفين كده الجهد والجمال اللي انتم شايفينه ده، جهد ناس كبيره جدا وناس كتيره جدا اشتغلت على مدار الساعه ليل ونهار علشان تحول هذه الاماكن المختلفه وهذه المنطقه من منطقه كانت فعلا ملامحها مش باينه، مقلب قمامه يعني اكتر من كده، تلوث، لمكان راقي، مزار سياحي متنفس للأهالي، حاجة كده منتهى الرقي والجمال، والملامح بتاعتها ظهرت، المكان ظهر. كنا حقيقة مبسوطين جدا باللي احنا شفناه هناك وبتطور اللي احنا شفناه، مع كمان وجود متحف الحضارة لما سوف يحتويه هذا المتحف من مقتنيات ثمينة جدا 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 تعبر عن تاريخ مصر وحضارتها العظيمة. المكان ده هيغير خريطة السياحة في مصر بالفعل، لأنه المنطقة دي أصلا منطقة تراثية، منطقة حضارية، فيعني كنا فخورين جدا بهذا الإنجاز اللي احنا شفناه. الأستاذ وليد البطوطي مستشار وزير السياحة السابق، صباح الخير يا فندم. صباح الخير. أكيد حضرتك طبعا شايف معانا الجمال اللي احنا شايفينه وكنا بنتابعه على الشاشة، والتحول اللي حصل لهذه المنطقة. بحيرة عين الصيرة كانت يعني من الأماكن الواحد ما يقدرش او يستحمل حتى يشوفها او حتى يعني يشم الريحه، دلوقتي تحولت لمكان تاني خالص. شفت هذا الانجاز ازاي يا فندم؟ اولا صباح الخير على حضرتك. صباح الفل. على الساده المشاهدين، حضرتك قلتي كلمه جميله قوي عجبتني في الاول خالص وانا بسمع حضرتك وانت بتشرحي المقدمه او الموضوع. الناس كانت عينها تعودت على القبح. شيء مهم جدا. يعني الناس كانت بتشوف الموضوع لفترات طويله من الزمن، وبعدين عينيها تعودت خلاص، بقت القبح ما كانوش خلاص بداوا يشوفوه. اللي هيقدر زي ما حضرتك قلتي، كان المنطقه شكلها مش كويس، كان المنطقه تعبانه، اللي هيقدر قوي اللي شافها وهي تعبانه مش اللي هيشوفها دلوقتي وهي مرة واحدة بقت يعني ما اقدرش اقول جنة، بس حاجة جميلة جدا، صورة غير طبيعية من الجمال والنظافة والشياكة والنوافير، زي ما حضرتك قلتي الريحة اللي كانت وحشة ما بقتش موجودة خالص، المية بقى لونها ازرق، النوافير حاجة من وراء العقل والخيال. هتعمل نقلة نوعية، هتعمل نقلة نوعية لأهل المنطقة في الأول، اللي هم اللي كانوا ساكنين في المنطقه دي والناس اللي كانت بتعدي من المنطقه دي والناس المتعوده على المكان ده، ده هتعمل لهم نقله نوعيه حقيقيه. بالنسبه للمصريين عامه، انا متوقع ان المكان ده يعني بعدد زواره من المصريين اكتر بكثير جدا مما نتوقعه من اجانب، مع العلم بانه المتحف هناك بيحكي صناعه الخشب على مر التاريخ، صناعه الخزف على مر التاريخ، صناعة النسيج على مر التاريخ. المتحف القومي للحضارة. مظبوط يا فندم. فده جايب من بداية التاريخ إلى يومنا هذا. من كام يوم شفنا معالي الوزير الدكتور خالد العناني وهو كان واقف وماسكين كسوة الكعبة اللي كانت بتطلع من مصر وهي بتترمم. بصي، حاجات كلها، أولا المتحف نفسه قطعة فنية. المتحف نفسه قطعة فنية. أنا أذكر جيدا إن أنا وكان لي الحظ إن مع الوزير الدكتور خالد العناني
عندما انتقل إلى العمل مع وزارة الآثار، وكان ده يمكن أول منصب هو خده، كان مدير متحف الحضارة. وهو اللي عزمنا وقتها أنا ومجموعة من الزملاء، ورحنا وقال يا جماعة شوفوا جمال بلدنا وشوفوا إن البلد دي تقدر تعمل إيه. كان متحف في منتهى الروعة من جوه، طبعا اللي حواليه كان سيء جدا واللي حواليه كان وحش قوي اللي حضرتك اتكلمت عليه. فقال لك أنا عشان أفتح المتحف ده ما أقدرش أجيب الناس تشوف الكلام اللي بره ده. طبعا الراجل حط الكلام ده في دماغه مع خطة الدولة اللي شغالة بشكل رائع. على فكرة اللي بيحصل في الدولة كمان ده شيء مهم جدا لازم نبقى عارفينه، هو أحد عوامل الدعاية لمصر. إنه لما تبصي حضرتك على دول العالم اللي كوفيد 19 مأثر فيها اقتصاديا ثقافيا اجتماعيا كل الكلام ده كله، وفي نفس الوقت مصر ما شاء الله الله اكبر يعني ما كل اسبوع الواحد خايف دلوقتي كل اسبوع الحمد لله اصبح بقى عندنا شيء ان هو اصبح عاده نفتح التلفزيون نتفرج على سياده الرئيس افتتح. لا وكمان مش بس كده يا فندم، يعني احنا كان تقريبا من اسبوع سياده الوزير اعلن عن اكتشافات جديده واكتشافات يعني مويات جديده غير اللي احنا اكتشفناها قبل كده، ووكالات الانباء الاجنبيه كانت بتغطي هذا الحدث وهذا المؤتمر. مظبوط، ده في منطقه سقاره. في منطقه سقاره كل ده بس هم اكتشفوها ازاي؟ يعني برضه عشان نتكلم ده ان هم شغالين مش توقفوا. اللي انا عاوز اقوله ان الدنيا بره توقفت، العالم توقف كويس، عندهم بقى مصايب. احنا هنا في مصر الحمد لله كان عندنا كورونا بتتشاف وبتتعالج وفي سيستم بيتحط لها، انما في نفس الوقت العجله شغاله، عجله البنى، عجله الطرق، المصانع، الافتتاحات. واحنا لما بنحط الكلام ده او الكلام ده انتوا حضراتكم بتحطوه على الميديا وبتجوا في يوم تفتحوا لنا الشاشه الصبح الثلاث اربع ساعات نتفرج على الافتتاحات الجديده، اوعي تفتكري ان احنا بس اللي بنتفرج، لا بره كمان بيتفرجوا. وكان في تقرير قريب شفته على احدى المحطات العالميه وبيقولوا هو مصر ما فيهاش كورونا، يعني ايه الناس دي اللي عندهم الدنيا ماشيه الحمد لله الله اكبر الحمد يعني. لله الحمد لله الدنيا ماشيه طبيعيه وبيعملوا. تيجي بقى للاكتشافات، ده دليل ان هم كانوا شغالين، هم بيحفروا وشغالين وعندهم بعثات شغاله يمين وشمال. على فكره انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه ويعني يمكن ادي لنفسي هذا الصبر، اوعوا حد يتخيل ان الاكتشاف اللي عملوه 59 تابوت اللي طلعوا دول ده كده لا عندهم تاني. لا لا سياده الوزير كمان في لقاء معانا قال لنا ان الشغل شغال على قدم وساق، يعني الناس لا تتوقف ابدا، يعني عمالين يبحثوا ويدوروا ويناقشوا، يعني هم شغالين ليل ونهار. وبالفعل اكتشافات على طول يوميه بتحصل في هذه المنطقه، ومش بس في سقاره، لا عدد مختلف المحافظات، يعني مصر كلها. انا شفت تعليق للدكتور مصطفى وزيري وهو بيقول انا حاولت اكلم الوزير قبل الاعلان بتاعنا بكام يوم واقول له انا محتاج اوقف عشان هعلن عن حاجات تانية، فقال له لا خلاص طالما اعلنا وقلنا والعالم جاي. لان هو العالم ده يعني ايه؟ العالم ممثل في السفراء اللي كان من الذكاء للدكتور خالد العناني، وانا يعني دايما بأثني عليه في الموضوع ده، ان هو عمل لوبي خاص بيه وقت ما كان وزير للآثار فقط، وكان اللوبي ده هو كل السفراء يعني كل العالم، كل السفراء بيمشوا معاه وياخدهم يعزمهم ويقول لهم انا هدخلكم النهارده اكتشاف جديد، انا هوريكم حاجه جديده. منهم اللي كان بيبقى ممكن عنده شغف ومنهم اللي يعني جاي بروتوكول، انما بعد شويه كلهم بقوا معجبين جدا بالاثار المصريه وبيحضروا محاضرات وبيصوروا. انا شفتهم وهم ماسكين موبايلاتهم الشخصيه وبيصوروا وبياخدوا صور مع الحاجات دي. وطبعا الاحساس بان انت اول حد على وجه الكره الارضيه يشوف الاكتشاف اللي حاجه من 3000 سنه و4000 سنه والكلام ده كله، وجد لوبي
واللوبي ده بقى بيتحرك مع الوزير. انا يعني بعرف او بسمع ساعات يكلموه يقولوا ايه الاكتشاف الجاي امتى؟ هنروح فين؟ هتورينا ايه؟ خلاص الناس دي بدات تبقى هي اللي متابعه جدا، هي اللي بتدور عليه، هي اللي بتجري وراه. والناس دي مش بتروح بقى بعد ما تخلص الزياره دي، لا بيروحوا يكتبوا ويبعتوا لبلادهم، الميديا بتاعتهم بتاخد الكلام ده. اقصد انه كمان في الفتره اللي حصل فيها التوقف ده احنا كدوله الحمد لله الله اكبر ما وقفناش، لا الناس شغاله، الدوله شغاله، الاجهزه شغاله، الانتاج شغال على كل الاصعده. تعالي بقى على النقطه اللي حضرتك ذكرتيها بتقولي لي اكتشافات سقاره. طبعا انا عاوز اقول لك انه في بر مصر الحمد لله هم شغالين في كل حته وبيعلنوا الاعلانات، على فكره بقت بخطه، مش كل ما نلاقي حاجه يوم طالعين عاملين، لا بيبقى فيه زي طبعًا مؤتمر كده او ايفنت كل فتره، اللي هو بقى الفتره دي كلها ايه اللي تم من اكتشافات اثريه. مصر القديمه اصلا يعني يا فندم، مصر القديمه كلها ما شاء الله المنطقه دي اتغيرت تماما، يعني المنطقه دي بجد كانت ملامحها ما كانتش ظاهره. التطور اللي حصل فيها مع الاكتشافات الاثريه دي نقطة مهمة جدا، يعني هتأثر مش فقط على، مش هيبقى متنفس فقط الشعب المصري، ولكن الناس اللي بتحب التراث والأماكن السياحية والتراثية. المنطقة دي تحديدا اتغيرت فعلا بالكامل. طيب أقول لحضرتك عشان يبقى أنتوا اكسترا ليكوا اكسكلوسيف في خبر معين، الناس بتبص على منطقة الهرم، هو ما حدش واخد باله ان منطقه الهرم بيحصل فيها زي ما بنقول ريفولوشن، ثوره جديده. المدخل اللي هو من طريق الفيوم، الطرق الجديده اللي بتتعمل، المطاعم اللي بدات تتحط بره حدود المنطقه، ولكن الفيو بتاعها من ورا العقل والخيال. الشغل شغال، الناس بتشتغل. انت فجاه هتلاقي، يمكن بس انا بقول عشان دي انا عارفها، احنا دايما بنفتح التلفزيون وبنشوف افتتاح الحاجه الفلانيه، الواحد ساعات يسال لي ايه ده؟ امتى عملوا الكلام ده؟ وامتى وازاي؟ هم لحقوا يعملوا الكلام ده امتى؟ اللي عاوز اقوله لحضرتك انه الناس هتفاجئ بان منطقه الهرم اختلفت تمام 360 درجه. انت بقى كدوله الحمد لله ان شاء الله، يعني احنا هيكون نصيبنا يمكن كبير جدا دلوقتي، لان احنا لم نتوقف عن العمل، مهمة جدا، احنا ما توقفناش خالص عن العمل، وربنا يحفظ بلدنا يا رب وتستمر هذه النجاحات والاكتشافات الأثرية والمشروعات القومية اللي بتنفذ يعني على كافة المستويات وفي كافة المجالات. أنا بشكرك يا فندم على وجودك معنا، الأستاذ وليد البطوطي مستشار وزير السياحة السابق، شكرا ليك يا فندم. نروح بقى لشبكة مراسلينا، معانا زميلتي شيرين مجدي من معرض تراثنا، أيمن عماد من القليوبية. نبدأ مع شيرين، شيرين مجدي معرض تراثنا. يا شيرين صباح الخير أولا، وقولي لنا بقى الأجواء لديك وكل تفاصيل عندك معرض تراثنا. صباح الخير يا خلود، وصباح الخير على مشاهدي اكسترا نيوز. وهذا الصباح بالفعل انا متواجده من امام مركز مصر للمعارض الدوليه بالتجمع الخامس، واللي بيشهد لليوم الخامس على التوالي فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدويه والتراثيه، بعدما تم قرار بمد فتره عمل المعرض لتمتد حتى يوم السبت المقبل 17 اكتوبر، بعد الاقبال الكبير اللي شهده المعرض خلال الاربع ايام اللي فاتوا، واللي وصل عدد المشاركين او الزائرين فيه بالالاف في اليوم الواحد. ده من ناحيه يعني بيتيح فرصه اكبر للمواطنين والزائرين للتوجه للمعرض، خاصه هيكون يومين الجمعه والسبت اجازه، وده بيسمح لي يعني مشاركه اكبر او زوار اكتر من جانب المواطنين للمعرض والاستمتاع بالمعروضات وشرائها، خاصه وانها بتتميز بالجوده والاسعار المناسبه. ده من ناحيه، من ناحيه ثانيه تقديرا لجهود المشاركين اللي قدروا من خلال معروضاتهم ان هم ينجحوا المعرض. امبارح كان في زياره لحرم رئيس الجمهوريه السيده انتصار السيسي لهذا المعرض، وكان ليها مردود ايجابي كبير جدا على المشاركين. وزيره التجاره والصناعه نيفين، الاستاذه نيفين
جامع قالت ان هذه الزياره يعني عكست اهتمام القياده السياسيه بهذا المعرض من اعلى المستويات، ولقت يعني ترحيب كبير من جانب المشاركين اللي هم قدروا ان يعني يوفروا منتجات قادره انها تنافس في الاسواق العالميه والمحليه باسعار مناسبه. وكان ايضا حرم الرئيس قامت بتكريم عدد من اصحاب المشروعات. لو اتكلمنا عن المعرض تحديدا، احنا بنتكلم عن 600 مشارك في المعرض بيقدموا مختلف المنتجات اليدويه والتراثيه. بنتكلم عن مصنوعات خزفيه، مفروشات، سجاد، بنتكلم عن اكسسوارات للمنازل، اي حد حابب ان هو يزين بيته بمجموعه من الديكورات المميزه والتراثيه واليدويه بيقدر ان هو يجي المعرض هنا ويشتري ما يحلو له من كافه الاذواق المختلفه. ايضا منتجات سينا، بنتكلم عن منتجات الفخار، الاكسسوارات الحريمي، المشغولات الفضيه والنحاسيه والمنتجات الخشبيه، ايضا كل ده متوفر في المعرض يوميا حتى السبت المقبل من 10 صباحا حتى 10 مساء. كمان في يعني جزء مخصص لدوله السودان الشقيقه اللي بتشارك في المعرض في دورته السنه دي او هذه المره، وبتشارك بمجموعه من المعروضات والمنتجات السودانيه المميزه خاصه في الحلي وكذلك ايضا الاكسسوارات الخاصه سواء بالمنازل او بالسيدات، يعني بتناسب جميع الاذواق. وكل ده المعروضات المختلفه يعني اختلفت على اشكالها وطباعها لكنها بتتفق في انها بجوده عاليه سواء في الخامات او في الفينش او التقفيل بتاعها، وكل ده باسعار مميزه للزوار. بنتكلم ان المعرض فيه اجراءات احترازيه شديده بيتم اتخاذها، بيتم قياس درجه الحراره، كمان بيكون فيه معقمات للايدي قبل الدخول بالاضافه الى يعني وجوب ارتداء الكمامات. المعرض تقريبا فاضل له ساعه ويفتح ابوابه امام الزوار، واحنا في انتظار المشاركين وهنوافيكم بكافه التفاصيل في الخدمات اللي جايه. بالعوده اليكي خلود مره اخرى. زميلتي شيرين، انا بشكرك على كل هذه التفاصيل، واللي ملحقش يروح يروح هيفوتوا حاجات كتيره جدا ومشغولات يدويه والتراث والمصنوعات من الحرف اليدويه دي، حاجات بتبقى ثمينه جدا وقيمه جدا. يمكن كمان في اطار استمرار العمل في المبادره الرئاسيه 100 مليون صحه اللي بيجرى تنفيذها في 11 اداره صحيه للكشف عن الامراض المزمنه من خلال فرق طبيه ثابته ومتحركه لتقديم خدمات صحيه عاليه الجوده للمواطنين بالمجان، هنروح لايمن عماد معانا من محافظه القليوبيه هنتعرف اكتر على المبادره. ايمن صباح الخير. صباح الخير خلود، تحياتي لك وللساده المشاهدين. زي ما كلنا عارفين ومتابعين على مدار السنوات السابقة قد إيه الدولة مهتمة متمثلة في القيادة السياسية والحكومة ببناء منظومة صحية قوية عالمية، وده شفناه بيتجسد في الكثير من بناء مستشفيات على أحدث التصاميم العالمية والدفع وإمدادها بأحدث الأجهزة اللي هتساعد على علاج الكثير والكثير من الأمراض للكثير من المرضى، وطبعا إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في العديد من المحافظات، بالإضافة للمبادرات الصحية اللي أطلقت وبإشراف شخصي من فخامة رئيس الجمهورية. طبعا كان أهمها مبادرة 100 مليون صحة اللي بدأت بعلاج فيروس سي، فيروس سي اللي كان بيعاني منه الكثير والكثير من المواطنين على مدار عقود، وبفضل هذه المبادرة اللي ساهمت بشكل كبير في القضاء على معظم علاج معظم المرضى من هذا الفيروس. طبعا امتداد لهذه المبادرة موجودين مع حضراتكم في محافظة القليوبية تحديدا في وحدة طب كفر الجمال، بنتابع سير المبادرة اللي هي مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي اللي بدأت معانا خلاص داخلة في شهر. تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة في المحافظة معانا دكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة في المحافظة، هيطلعنا على هذه المبادرة. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني في البداية عايزين نعرف من حضرتك يعني إيه مبادرات صحية عامة؟ في البداية بقول لحضرتك يعني صباح الخير على حضرتك وعلى كل شعب محافظة القليوبية وكل شعب مصر الأبي بمناسبة شهر البطولات والانتصارات والقوة والكرامة اللي رجعتها لنا قواتنا المسلحة البسلة. نمرة 2، بنقول لحضرتك يعني إيه المبادرات؟ المبادرات الصحية ومبادرات الصحة العامة اللي أطلقها فخامة الرئيس وقامت بالتخطيط والتنظيم لها معالي الوزيرة الدكتورة هالة زايد مع قيادات وزارة الصحة وزملاتنا المحترمين في كل المحافظات،
هي مبادرة عبقرية للتصدي للأمراض المزمنة والتصدي للأمراض الأكثر شيوعا التي تفتك بصحة المصريين. احنا كنا بننتظر المريض يجينا المستشفى عشان خاطر نكشف عليه، نكتشف ان محتاج سرير رعايه مركزه، وبعدين نكتشف ان كان مصاب بمرض الضغط او مرض السكر. كان عندنا المريض بيجي يكشف في المستشفى نكتشف انه محتاج مكنه غسيل كلوي لانه مريض بفشل كلوي رغم انه كان مصاب بالضغط والسكر والسمنه من فتره طويله وما يعرفش. مبادرات الصحه العامه هي المبادرات التي تقوم بالاكتشاف المبكر للامراض المزمنه التي تفتك بصحه المصريين. ولا بد هنا ان نفرق بين كلمة الاكتشاف والاكتشاف المبكر، لأن فرق جامد جدا بينهم. الاكتشاف المبكر بيكون ما زال المريض في إيد الطبيب ونستطيع أن نحن ننهي على هذا المرض أو نقضي عليه تماما، كما بدأت مبادرة فيروس سي بالاكتشاف المبكر لفيروس سي. كنا بنستنى لما المريض يصاب بتليف كبدي وأورام في الكبد نتيجة مضاعفات التليفات الكبدية الناتجة عن فيروس سي. اتعملت مبادرة 100 مليون صحة بدأت بالكشف المبكر عن فيروس سي في محافظة الألوبية. كشفنا على قرابة 3 مليون مواطن في محافظة الألوبية، عالجنا منهم أكثر من 100 ألف مواطن من فيروس سي. لو هنتكلم عن المبادرة اللي هي شغالة حالياً اللي هي علاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ادينا تفاصيل عنها. مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي هي استكمال لمبادرة فيروس سي والأمراض غير السارية. هي دي معنى كلمة الأمراض غير السارية، هي الأمراض المزمنة اللي هو الضغط والسكر والسمنة والأمراض الأورام. هنتكلم في المبادرة اللي شغالة حاليا قرابة الشهر من 17/9. احنا مستهدفنا في هذه المبادرة 1,167,000 مواطن في سن الأربعين حتى وفي سن الثمنتاشر سنة اللي هم مصابين بالضغط والسكر. هذه المبادرة احنا بنشتغل فيها من خلال حوالي 500 فريق، منهم فرق ثابتة في الوحدات الصحية في جميع الوحدات الصحية. زي ما حضرتك شايف فريق ثابت بيتكون من ممرضة ومدخلة بيانات بيستقبلوا المرضى اللي بيحركوا لهم الرائدات الريفيات، بيقوموا بقياس الضغط وبيقوموا بقياس السكر والوزن وكتلة الجسم. وكمان حتى مش بتعمل كده بس، لا ده بتكمل كل المبادرات اللي موجودة في صحة الثدي وفي وصحة الأم والجنين. الحالات الإيجابية بتتحول على جميع المستشفيات المركزية والعامة في محافظة الأليوبية وسبع مراكز طبية بتدي علاج لهذه الأمراض، وهذه الأمراض علاجها مجانا والتحاليل والفحوصات كاملة بالمجان. مرضى الضغط والسكر هم أخطر مرضى ممكن حضرتك تتعامل معهم، لأن مريض الضغط ممكن أوي يتشخص متأخر ومريض السكر ممكن أوي يتشخص متأخر. لما يتشخص متأخر مريض الضغط ومريض السكر ومريض الدهون اللي في الدم، ده بيؤدي بالدرجة الأولى إلى ما يسمى بالاعتلال الكلوي. يعني إيه الاعتلال الكلوي؟ الاعتلال الكلوي هي المرحلة المرضية التي تصيب الكلى نتيجة مضاعفات الضغط والسكر والمريض لا يدري. هذه المرحلة قد تستمر في المريض لمدة شهور وقد تستمر لمدة أسابيع. بعدها مباشرة إذا لم يتم الاكتشاف المبكر لهذه الأمراض ممكن هذا المريض يكون يحتاج يغسل كلى صناعي. يبقى احنا دلوقتي بنعمل خريطة صحية للمريض المصري، بنعرف المرضى الضغط والسكر ومرضى اللي ممكن يحصلون اعتلال كلوي من دلوقتي، فبنبقى مشخصهم من بدري، بنبدأ من بدري أو نديهم العلاج فما يروحش على مكنة الغسيل يغسل. وحضرتك عارف ان الغسيل الكلوي 3 مرات في الأسبوع، المريض بينهك على مكنة الغسيل لمدة 4 ساعات وتاني يوم بيبقى منتظر اليوم اللي بعده. فدي مبادرة عبقرية الحقيقة. يعني اتمنى من كل الناس في محافظة الألوبية وفي مصر كلها ان هم يعني يشرفونا في الوحدات الصحية. مش بس احنا بنشتغل في الوحدات الصحية، حضرتك عندنا فرق متحركة في الشوارع بتجوب الشوارع والأماكن التجمعات، وعندنا فرق ثابتة أيضا في الأماكن التجمعات زي المديريات ومراكز الشباب وحتى المحطات بتحت الأطرات. كل مكان في محافظة الألوبية وفي مصر في فريق هتلاقيه متحرك بيدور على الناس عشان يعمل لهم الإجراءات تحليل الضغط والسكر والوزن. شكرا يا دكتور. دي خلود أبرز التفاصيل المبادرة في المحافظة في محافظة القريوبية حتى الآن. إن شاء الله المبادرة تحقق أهدافها بالقضاء على الفشل الكلوي في مصر بشكل كبير في القريب العاجل. عودة إليك زميلي أيمن عماد، أنا بشكرك على كل هذه التفاصيل، وكمان شيرين مجدي من معرض تراثنا شكرا لكم، شكرا على كل الجهود طبعا اللي انتوا بتعملوها عشان تنقلوا لينا مختلف الأحداث في مختلف المحافظات. هنروح لفاصل موجز لام وآخر الأنباء مع زميلتي فيروز ميكي، وهنرجع بقى نكمل باقي فقراتنا.
مرحبا بحضراتكم مرة تانية. طيب نروح بقى للطقس، وبيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم سيكون مائل الحرارة على معظم الأنحاء وعلى القاهرة والوجه البحري، وسيكون معتدل على السواحل الشمالية، محذرين من الشبورة الكثيفة في صباح الباكر مع وجود أمطار خفيفة على بعض المناطق من أنحاء البلاد. وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدد من النصائح للمواطنين إن هم يستمروا في ارتداء الملابس الصيفية، وإنه منتصف نوفمبر المقبل سيكون من الممكن أن يرتدوا بعض الملابس الشتوية. معانا على الهاتف دكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذة خلود، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. صباح النور. الطقس بقى والجو يعني هو متقلب هذه الأيام، الصبح بيبقى بارد بعد كده حرارة شديدة، فعايزين بقى نطمن على الطقس النهاردة والأيام اللي جاية. هو ده طبيعي طبعا مع فصل الخريف، احنا في الشهر الأول من فصل الخريف، طبعا بيكون في اختلاف كبير ما بين درجات الحرارة أثناء النهار وأثناء الليل. أثناء النهار ما زالت درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بتتراوح من 31-32 درجة بالنسبة للقاهرة، وده طبعا بيكون طقس مائل للحرارة أثناء ساعات النهار، وخاصة مع سطوع أشعة الشمس ووجود كميات من الرطوبة اللي ما زالت مرتفعة وما زالت بتزود إحساسنا بدرجات الحرارة إلى حد ما. لكن أثناء ساعات الليل بتبدأ تنخفض درجات الحرارة، بيكون في فرق ما بين الليل والنهار أكثر من 10-12 درجة تقريبا بين درجة الحرارة العظمى والصغرى، وده اللي بيشعرنا بالاختلاف في درجات الحرارة وفي الكتل الهوائية. أثناء الليل بنبدأ نشعر بطقس لطيف، وبيكون في نسمات هواء باردة في الساعات المتأخرة من الليل وأيضا في الصباح الباكر، وده طبعا هو اللي بيبدأ يزود احساسنا بالبرودة في الصباح الباكر. بس احنا نفضل بقى لابسين يعني ملابس خفيفة ما نشتيش يعني لان طبعا مجرد ما الشمس في الظهور وبتوسع اشعة الشمس بتبدأ درجات الحرارة تتحسن تدريجيا، وبيبدأ يكون الجو مائل للحرارة اثناء النهار، فما فيش اي داعي خلال هذه الفترة ان احنا نرتدي ملابس شتوية، احنا مستمرين في الملابس الصيفية. طبعا خلال هذه الفترة ما فيش يعني اي تقلبات جوية، في استقرار تام في الاحوال الجوية النهاردة وعلى مدار اليومين القادمين ان شاء الله. الشبورة المائية بتكون خفيفة على الطرق، وخاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، خفيفة فقط على منطقة سيناء والسواحل الشرقية للبلاد. ما فيش اي فرص امطار ان شاء الله النهارده واليومين القادمين. طبعا يعني ان شاء الله الاسبوع القادم يبدا يكون في تغيرات الى حد ما في الاحوال الجويه، لازم طبعا ان احنا نتابعها اول باول. طيب يوم الاحد بقى اللي جاي مع دخول المدارس والتقلبات الجويه حضرتك اتكلمتي عنها، في يوم الاحد ان شاء الله ما فيش اي مشاكل في حاله الطقس، يوم الاحد الطقس مستقر جدا، ما فيش اي تغير، درجات الحراره تتراوح من 30-31 درجه، ما فيش اي مشاكل ان شاء الله يوم الاحد، ونقدر ان احنا طبعا الاطفال يذهبوا للمدارس ما فيش اي مشاكل، طبعا الملابس الصيفيه ما فيش ان شاء الله تمام. اي تغيير كبير في حاله الطقس. انا بشكرك يا دكتور ايمان على كل هذه التفاصيل، شكرا لك. طيب مريم أو يعني فتاة المعادي كما يطلق عليها إعلاميا، البنوتة ربنا يرحمها يا رب، ضحية التحرش والسرقة والسحل والقتل، بنت ملهاش أي ذنب، ما عملتش أي حاجة غير إن هي كانت ماشية في إحدى الشوارع في المعادي، اتنين كانوا راكبين ميكروباص حاولوا إن هما يسرقوا شنطتها، تشبثت بالشنطة بتاعتها، اتسحلت واتقتلت. ربنا يا رب يرحمها، وإن شاء الله حقها هيرجع مرة تانية، وربنا يصبر أهلها اللي يعني أكيد هم دلوقتي متألمين جدا لفراقها. وفي الحقيقة يمكن هذه الواقعة الأليمة المؤسفة جدا هي وجعت قلوبنا كلنا، يعني مفيش أي حد عرف عن قصة هذه الفتاة اللي توفت أو قتلت بشكل وحش جدا دون أي ذنب ودون وجه حق، وإلا يعني ما تألمش بسبب هذه الفتاة والمجرمين اللي ربنا إن شاء الله ينتقم منهم، وإحنا واثقين كمان في أنه القصاص هيكون عادل وهياخد حق مريم بإذن الله. أعلنت النيابة العامة عن تلقيها بلاغ من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي بوفاة المجني عليها. مريم عندها 24 سنة، قتلت بحي المعادي. شاهد قال وأبلغ الشرطة برؤية سيارة ميكروباص لونها أبيض، اتنين راكبينها، واحد فيهم حاول إن هو
يعني ينتزع شنطتها، وده أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثم وفاتها. وقررت النيابة العامة استكمال التحقيقات استدعاء من كانت بصحبة المجني عليها لسماع شهادتها وتكليف الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ببيان الأفعال المادية الظاهرة بالمقاطع المأخوذة من آلات المراقبة للواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حول الحادث وضبط مرتكبيه وجاري استكمال التحقيقات. طبعا الاثنين المجرمين اللي ما عندهمش ولا دم ولا ضمير ولا دين ولا أي حاجة تم القبض عليهم الحمد لله، ونتمنى أنه يعني ياخدوا القصاص العادل ويكونوا عبرة لكل الناس. المجرمين الاثنين دول اللي عملوا وقتلوا وسحلوا مريم ربنا يرحمها، ان شاء الله يعني ياخدوا اللي هم يستحقوه ويكونوا عبرة لكل الناس، لان الناس اللي زي دي ما ينفعش انها اصلا تكون وسطنا. الناس اللي قتلت وسحلت وعذبت بنت بهذا الشكل دون اي ذنب، ما ينفعش ان هم اصلا هذه الاشكال تكون وسطنا. يعني باي ذنب قتلت مريم؟ بنت ماشيه في حالها وراجعه ومن شغلها تعبانه ماشيه في الشارع، حاولوا ان هم يسرقوها ولما ما عرفوش سحلوها وقتلوها. تخيل انت البنت، يعني اهو قدامنا طبعا يعني على الشاشه، تخيل البنت يعني دي ايه لحظات الرعب ولحظات التعذيب ولحظات اللي هي عاشتها في هذه اللحظه، يعني لحظات مؤلمه جدا جدا جدا. ربنا يا رب ياخد بحقها وحق كل البنات اللي كانوا ضحايا هذا الفكر وهؤلاء المجرمين. وبالمناسبة على فكرة مريم كانت يعني لابسة محتشمة ولابسة حجاب، ده طبعا للناس اللي ايه اللي عندها تدني في الـ في الـ في الافكار ويبرروا التحرش والفتاة وبيلقوا دايما اللوم على الفتاة، فدي كلها افكار لازم كلنا نحاربها ونقف امامها. مفيش اي مبرر ابدا للتحرش، مفيش اي مبرر ان بنت زي دي تموت بهذا الشكل البشع وهي يعني يعني واحده ماشيه في الشارع ما عملتش اي، مفيش اي حاجه غير انه اتنين مجرمين ما عندهمش اي دم ولا ضمير يعني عذبوها بهذا الشكل. ربنا يرحمها يا رب ويصبر اهلها وكل محبيها، وان شاء الله حقها هيرجع. والاثنين المجرمين يعني تم ضبطهم وان شاء الله هيلقوا العقوبة يعني المستحقة عليهم. طيب نروح بقى لجهاز حماية المستهلك. كنفذ جهاز حماية المستهلك وأفرعه بالمحافظات المختلفة خلال الفترة من 4 حتى 10 أكتوبر الجاري حملات توعوية على مخابز العيش الفينو والسياحي في 17 محافظة للتعريف بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات رغيف الخبز المدعم في ضوء الإجراءات اللي بيتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين. معانا على الهاتف، معانا تليفون. تمام. طيب طبعا حضراتكم عارفين انه بسبب ظروف كورونا اللي كانت يعني فرضت العمل من المنزل طوال الفترة الأخيرة، في بقى طريقة لطيفة اخترعتها ملاهي في اليابان عشان يكسروا بيها بقى الروتين، روتين العمل من البيت. الطريقة دي عبارة عن انه في لعبة في الملاهي اسمها دولاب الهوى أو دولاب الملاهي، لعبة مقسمة لعربات منفصلة. لو معنا بس يعمل الصورة، الملاهي اليابانية دي قالت ان هي تحولها لمكاتب يمكن استئجارها خلال ساعات العمل كنوع من كسر الروتين عن العمل من المنزل. وايه يعني هما بيبقوا موجودين داخل البالونه دي او هذا الدولاب، وبالمناسبه بيبقى فيه بقى واي فاي وفي كل الوسائل اللي ممكن من خلالها ان هما يشتغلوا داخلها كنوع من التغيير يعني، وكنوع كمان من ان الواحد يكسر روتين العمل داخل المنزل. دي بعض الطرق طبعا الغير التقليديه والناس اللي بتحاول ان هي تفكر خارج الصندوق علشان
ما تبقاش يعني زهقانة وهي بتشتغل من البيت. يعني طبعا كوكب اليابان العظيم الناس في حتة تانية بيفكروا بطريقة تانية، ودايما كده بنشوف ابتكارات منهم في حاجات كتير. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وبكرة إن شاء الله حلقة جديدة ويوم جديد من هذا الصباح، وهنروح لفاصل، ولكن التغطية دايما مستمرة على إكسترا نيوز. شهر أكتوبر هو شهر التوعية بمرض سرطان الثدي حول العالم، بيكون في حملات توعوية، حملات تثقيفية في كل أنحاء العالم لزيادة التوعية بهذا المرض والورم الخبيث اللي بيصيب عدد كبير جدا من السيدات، هو أيضا بيصيب الرجال ولكن النسبة الأكبر السيدات. والتوعية كمان بأهمية الكشف المبكر، لأنه لما بتروح بدري وتطمن على نفسك بدري وتشوف الأعراض وتبقى أنت كمان مدرك بهذه الأعراض، نسبة الشفاء كمان بتكون كبيرة. وبالتالي احنا النهاردة موجودين هنا في مستشفى الثدي معهد الأورام جامعة القاهرة. النهاردة مش بس هنشوف الأقسام الموجودة في المستشفى، هنتعلم حاجات كتيرة جدا، هنحاول ان احنا نعرف ايه الأسباب الحقيقية لمرض سرطان الثدي، ايه الخدمات كمان اللي بيتم تقديمها هنا داخل المستشفى، ايه الوقاية، الوقاية الغذائية دي مهمة جدا جدا جدا. العادات الغذائية بتاعتنا معظمها بتكون خاطئة، وبالتالي هنحاول ان احنا نزيد من التوعية في هذا الشهر من هذا المكان، ومع جولة كمان مع دكتور طبعا عماد الدين عبد الله شاش، هو مدير مستشفى هنا سرطان الثدي بمعهد الأورام، هياخدنا في هذه الجولة. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا استاذ خلود، واهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين، وبنرحب بحضراتكم في مستشفى الثدي، ضيوف اعزاء واصدقاء لينا يا فندم. شهر اكتوبر هو شهر التوعيه بمرض سرطان الثدي. قبل ما اتكلم عن اسبابه، في الاول عايز اتكلم عن اعراضه، يعني امتى السيده بتعمل كده كشف ذاتي لنفسها، وازاي تعمل كشف ذاتي لنفسها، ولما تحس ان في بعض الاعراض يعني لازم تروح المستشفى او لازم تاخد الاجراء. انا بس بحب ان اطمن الناس ان هو احنا كلمه السرطان كلمه تقيله على الاذان، ولكن ان هو في اي وقت لما يبقى في كشف مبكر معناها ان انا بكتشف المرض بدري، بقدر ان انا اخد اجراءاتي الصح، وبالتالي نسب الشفاء بتبقى عاليه جدا، تقارب ال 98% في المراحل الاولى. الاعراض هي اعراض ان هو يبقى فيه اختلاف للشكل الثديين، اختلاف من حيث اللون، من حيث ان هو يبقى فيه افرازات مدممه من الحلمه، ممكن يكون فيه كولكيعة موجوده في شكل تغير الجلد اللي موجود. عشان كده حضرتك قلتي حاجه كويسه جدا، ان احنا بننصح السيدات بعد سن ال20 ان هي تبتدي تتعرف على الثديين، وتبتدي ان هي تعمل الكشف الذاتي ليها بعد انتهاء الدوره الشهريه مره كل شهر، وتبتدي ان هي تلاحظ قدام المرايه هل في الاختلافات اللي انا قلت عليها، وتبتدي تمشي بايديها وتحس اذا كان في اي كلكعه موجوده ولا لا.
لو حصل ان هي في كلكيعة شافتها او في اختلاف من الحاجات اللي انا قلتها، بننصحها ان هي تروح لطبيب متخصص ان هو يوقع الكشف الطبي عليها ويبتدي ان هو يوجهها، هل هي في حاجة طبيعية، دي تغيرات فسيولوجية طبيعية، ولا هي محتاجة ان هي تعمل اشعاعات وتاخد اجراءات. الكلكية اللي حضرتك بتتكلم عنها يا دكتور عماد احيانا بتكون يعني كتل او اورام بتكون حميدة او خبيثة، هل الاورام الحميدة اللي بتظهر نتيجة لتغيرات فسيولوجية او ايا كان ممكن تتحول الى خبيثة؟ في اغلب الظن لا، يعني بنسبة كبيرة جدا ما بيحصلش فيها اي تحول. الورم الحميد ورم حميد، ولكن في بعض الاوقات اللي بنبقى حتى لو هو باين بالاشعه ان هو ورم حميد بنبقى عاوزين ان احنا نستأصله لو كان اكبر من الحجم الطبيعي، لكن دوت مش في الاساس ان هو هيبقى ورم سرطاني. احنا الورم السرطاني او اللي هو الخبيث بيبقى في الاشعه باين ان هو في اشتباه ان دوت يكون ورم خبيث، فبالتالي بنقول للسيده ان هي تاخد عينه على اساس ان هو يتشخص ان هو ايه الطبيعه البيولوجيه بتاعته، وبعد كده بنقرر ايه هي الاجراءات اللي هتتعمل، سواء هتعمل اشعاعات تانية للسيده، سواء بعد كده هتتعرض على اللجنه الطبيه المتخصصه اللي بتقرر العلاج الطبي، هل هو جراحي، هل هو علاج كيميائي وبعد كده جراحي، هل هو جراحي وبعدين علاج كيميائي وعلاج اشعاعي او علاج هرموني، كل دوت اللجنه الطبيه هي اللي بتقرر القصه دي. استئصال الثدي سواء بشكل كلي او جزئي ده بيحصل امتى؟ احنا عم نتكلم ان هو الامان ان هو بيتشال الورم وحواليه حاجه اسمها حواف الامان. في كتير من الامر بيبقى فيه استئصال جزئي تحفظي، لكن في بعض الاوقات بيحصل اللي هو الاستئصال الكلي. حتى في بعض الاوقات لو حصل اللي هو الاستئصال الكلي في حاجات جديدة زي إعادة بناء للثدي. طيب بعض الناس دايما يقولوا إن سرطان الثدي بيؤدي إلى وفاة عدد كبير جدا من السيدات، ده مفهوم، وفي بعض الناس يعني بيقولوا كده وده بصراحة بيعمل ذعر، بيعمل خوف سواء عند المرضى أو عند السيدات، هل ده فعلا صحيح؟ سرطان الثدي والسرطان عامة هو مرتبط بالدراما ان هو لازم يؤدي للوفاة، الكلام دوت مش صحيح. حتى في المراحل المتقدمة في تطور في العلاج، ودوت اللي بيخلي اللي هو الحياة العامة للمريضة تتحسن، فبالتالي احنا بنحاول ان احنا نسيطر على الورم وفي اوقات كتير قوي بننجح فيه، بعض الاوقات ما بينفعش في لي جراحة، ولكن دوت مش نهاية المطاف. اللي أنا عاوز أقوله لحضرتك إن هو بتختلف على حسب المرحلة، ودوت يؤكد اللي احنا بنقوله اللي هو الكشف المبكر هو أساس إن شاء الله للشفاء. طيب أنا هسأل حضرتك على بعض الحاجات برضو، بعض المفاهيم اللي موجودة عند معظمنا، وحضرتك تقولي إذا ده كان صحيح أو لا. بما إن احنا طبعا في شهر التوعية، يعني هل أقراص منع الحمل تسبب السرطان أو لا، سرطان الثدي؟ أقراص منع الحمل عليها لغط كتير جدا، إن هي في ناس كتير قالت بتسبب أو بتزود العوامل الخطر، وفي ناس تانية بتقول لا. مفيش حاجة علمية بتقول 100% إن هي بتسبب. اللي أنا عاوز أقول لحضرتك إن هو الجزئية الأساسية إن هي اسمها عوامل خطر. التعرض للأشعة أي نوع من الأشعة، هل برضو يعني بيخلق برضو الكلمة دي كلمة ساعات ما بتتفهمش صح. أيوة. هو يعني إيه تعرض للأشعة؟ هل هي أشعة الشمس ولا هي الأجهزة؟ التعرض للأشعة ليها مواصفات معينة، يعني زي اللي حصل في هيروشيما وناجازاكي اللي تعرضوا لمفاعل نووي، هو دوت اللي بقى فيه الخطر. لكن لو انا رحت عملت اشعه على رجلي عشان كان عندي كسر، او انا عندي غضروف عملت اشعه رنين وما بعملهاش كل يوم، فبالتالي دوت في حدود الامان. تمام. حضرتك حابب قبل ما نروح نشوف الاقسام الموجوده هنا، حابب تدي اي نصائح للسيدات او للرجال يعني بشكل عام في شهر التوعيه بمرض سرطان الثدي؟ اللي انا عاوز اقوله للناس واقول وجه رسالتي للسيدات والاسره، مرض السرطان هو مرض يمكن الشفاء منه،
لو اكتشفناه بدري وخدنا العلاجات الصح، ما نعتمدش على الجزئية ان انا بسمع وقال لي وقلت له، اسأل الطبيب المتخصص اللي هيقدر ان هو يفيد حضرتك. عشان كده ما تقلقيش، انزلي واكشفي، وفي الاخر ان شاء الله ربنا كرمنا جميعا وهنوصل لبر الامان باذن الله. نروح بقى نشوف الصيدليه الاكلينيكيه الموجوده هنا في المعهد القومي للاورام. هنروح نتعرف على يعني بعض النصائح وبعض الحاجات المهمه اللي موجوده هنا في المعهد، وطبعا الدكتور هياخدنا في هذه الجوله علشان نعرف المزيد. وبالمناسبه طبعا كل شيء هنا بيقدم بشكل مجان للمواطنين المصريين. شكرا. دكتور عماد، يمكن سرطان الثدي من الأمراض اللي ممكن الواحد أو السيدة ربنا يشفيها منه، ولكن لو اكتشفته بشكل مبكر نسبة الشفاء منه قد إيه؟ يعني كم في المية؟ زي ما حضرتك قلتي إن هو الكشف المبكر هو الأساس. كل ما السيدة اكتشفت بدري إن هو في كلكية وراحت للأطباء المتخصصين، كل ما كان العلاجات اللي بتتاخد اقل، كل ما كان العلاجات جذريه، فبالتالي نسب الشفاء اعلى. ففي المراحل الاولى بيبقى نسبه الشفاء 98% وتكاد تكون 100%. فدوت الرساله المهمه اللي هو في اكتوبر الوردي اللي احنا نقولها للسيدات، ان هو جزئيه ان هو الكشف المبكر، ما تخافيش، روحي اطمني، على اساس ان هو حتى لو لا قدر الله في حاجه هيبقى نقدر اللي احنا نلحقها بدري. طيب احنا هنا في المستشفى الثدي معهد الاورام جامعه القاهره هناك العديد من الاقسام اللي بتقدم خدمات لمرضى سرطان الثدي وبالمجان بالمناسبه. هناك بعض الحالات اللي بعد عمليات الجراحه بتفضل قاعده هنا في المستشفى، وبعض الحالات الاخرى اللي بتتلقى العلاج بشكل مجاني. قبل ما نطلع بس ونروح نتعرف على الاقسام اللي موجوده، ممكن كده تدينا نبذه عن الخدمات اللي بتقدم هنا في المستشفى، اللي في الحقيقه هي يعني خدمات متقدمة جدا. المعهد القومي للأورام من أكثر من 50 سنة وهو مستمر في تقديم الخدمة الطبية لمرضى العلاج، لمرضى الأورام. وفي تطور، كل سنة بيكون في تطور. العلم بيتقدم، مجال الأورام أكثر مجال بيحصل فيه تقدم للعلم. هنروح بقى نتعرف مع حضراتكم، ومعانا طبعا دكتور عماد هياخدنا جولة خاصة جدا هنا في مستشفى الثدي معهد الأورام جامعة القاهرة. نتعرف على الأقسام اللي موجودة، هنتعرف على الخدمات المقدمة لمرضى السرطان، هنتعرف على آخر الأبحاث العلمية وغيرها من التفاصيل. خليكم معنا. بمستشفى الثدي معهد الأورام موجود صيدلية إكلينيكية، وده نادرا جدا لما بنشوفه في أي مستشفى حكومية. دكتور عماد، احنا هنا عندنا كمان صيدلية إكلينيكية، وده إن يدل على شيء يدل على مدى التقدم الحمد لله طبعا اللي احنا وصلنا له. سواء كنت بتكلم عن المستشفيات الحكومية ان يكون في هذا النوع من الصيدليات اللي حضرتك طبعا تشرح لنا والدكتورة، او حتى انه بيتم اخذ الجرعات بشكل دقيق جدا للمريض. زي ما قلت لحضرتك، احنا الصيدليه الاكلينيكيه ديت هي اساس وركن اساسي في علاج الاورام. بالنسبه لمعهد الاورام، فهو اول من ادخل اللي هو الصيدليه الاكلينيكيه من 22 سنه دخلنا علم الصيدليه الاكلينيكيه. الفكره ان هو الصيدلي الاكلينيكي ليه دور في ان هو يعلم المريض ازاي ياخد الدواء صح، كمان ان هو الدواء اللي بيتاخد اللي هو العلاج الكيميائي او اللي هو العلاج الموجه يكون علاج امن وفعال. ولو قلت لحضرتك ان المكان هنا دوت في 2019 مع 30,000 جلسه علاج كيماوي اللي اتاخدوا، 58,000 محلول وريدي يتحضر جوه الصيدليه الكلينيكيه. هنا كمان في وقت الكورونا نفس الكلام بالارقام اللي احنا شفناها، سواء اعطاء جلسات العلاج الكيماوي او العلاج الموجه. ودكتوره مي الجزار مدير الصيدليه ممكن تشرح لنا اكتر ايه اللي بيتم هنا يا دكتور، يعني اشرح لنا كده ايه اللي بيحصل.
تمام. زي ما قال دكتور عماد، دور الصيدلي الاكلينيكي مش بس تحضير الدواء، احنا دورنا بيبتدي مع العيان من الاول قوي. اول ما الفايل يدخل للصيدليه بنراجع البروتوكول وبنراجع التحاليل وبندي العيان الاقراص بتاعته ونفهمه ازاي ياخدها. بعد كده بنبتدي بعد ما راجعنا الجرعات وراجعنا هياخد ايه، بنطلع الصيدليه الاكلينيكيه هنا الدواء اللي هيتحضر، فبنبتدي نشوف كل عيان له ايه، بنحضره على المحاليل الخاصة به، سواء كان ملح سواء كان جلوكوز، وبنبتدي نحسب الجرعة حسب السيرفيس اريا، يعني حاجة معتمدة على الطول والوزن. وبعد ما بنحضر بنجهز العلاج وننزله تحت للعيان، وبنرجع تاني نلف نعمل راوند مع العيان عشان لو حابب يسأل من حاجة او اشتكى من اي حاجة. وده تطور كبير جدا، يعني حتى كنت لسه بقول لدكتور عماد انا نادرا ما بشوف كده في يعني في اي مستشفى، حتى مش حكوميه، مستشفى خاصه يكون فيها صيدليه اكلينيكيه تابعه ليها. الفايده بتاعه الصيدليه الاكلينيكيه كمان بالنسبه لاقتصاديات الدواء، ان احنا دلوقتي ممكن نقلل الهدر من الادويه اللي بتم اخذها، فدوت بيديني ان هو القدره اللي انا اوفر من الادويه عشان اقدر اعالج مرضى اكتر، ودوت اللي مخلينا الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى بفضل الصيدليه الكلينيكيه ان احنا نبقى مندي العلاج مظبوط ونقدر نوفر فندي ونعالج اكتر من المرضى اللي ممكن نعالجهم من غير الصيدليه الكلينيكيه. مستشفى السادي معهد الاورام جامعه القاهره بتحتوي على عدد كبير جدا من الاقسام، ويمكن هي كمان كان ليها دور رئيسي بعد ربنا سبحانه وتعالى ان هي تعالج عدد كبير جدا من السيدات. احنا طبعا جايين هنا النهارده مش بس عشان نعرف اعراض سرطان الثدي وازاي نقدر ان احنا يعني نحافظ على نفسنا وعلى صحتنا من هذا المرض، ولكن جايين هنا المستشفى عشان نتعرف على الاقسام الموجوده والخدمات اللي بيتم تقديمها لمرضى السرطان، ولسه الاقسام عندنا هنا عديده جدا هنتعرف عليها مع حضراتكم. واحنا هنا موجودين في مستشفى السادي معهد الاورام، لما كنا بنصور الاقسام بعض السيدات المحاربات في الحقيقه هم فعلا ابطال، قالوا لنا احنا عايزين نوصل رساله للناس، عايزين نقول حاجه بالاخص للبنات، ان ممكن ما يكونش المرض سببه مرض سرطان الثدي سببه بعض الجينات او انها يعني تكون بسبب العائله او الوراثه، ولكن الزعل بيعمل مشاكل كتيره جدا، بيسبب امراض كتيره جدا منها سرطان الثدي. وكان في اصرار ان هم يوصلوا الرساله دي للناس كلها، انه الزعل وحش جدا. احنا معانا استاذه رشا، هي برضو من المحاربات، سيدة قوية جدا جدا جدا، هنتعرف عليها أكتر. وقالت لنا أنا عايزة أوصل رسالة للبنات تحديدا إنه الزعل وحش جدا، والزعل ممكن يعمل مشاكل كتير. فعلا أنا ما اكتشفتش الموضوع ده لبعد وفاة جوزي، يعني بعديها بسنتين على طول حسيت بالموضوع ده، بس والدتي بقى من خوفها عليا فقلت ان انا اروح اكشف، في حاجه غريبه في صدري يا ماما، في حاجه مش طبيعيه. قالت لي يا بنتي انت دلوقتي عايزه تعملي ايه، توصلي لايه، ان شاء الله ما فيش حاجه، اتلخبطت هرمونات بتاع. فالمهم اني انا اهملت فيه لغايه يعني 5 سنين، بعد كده لقيته هو كبر زياده عن اللزوم، وشكل صدري اتغير، بقى شكله غريب، بقى مربع، ما بقاش الطبيعي بتاع ربنا. فمسكت لما هي شافته، هي اللي قالت لي روحي. وصراحة المبادرة اللي هي عملها الرئيس لما روحت وكده هوت وشافولي، قالت برضو حولوني على القصر العيني ان انا اعمل الاشعة. روحت فعلا لدكتور بتاعي اللي هو بتاع الامراض النساء، وكشف عليا، راح طلب مني الماموجراف، وبعد كده راح طلب مني وسونار، وعملته وفعلا طلع ان هو ايه، يعني في حاجة مش طبيعية في الثدي. بس فلما روحت وكده هوت، فعملت بقى العمليه لما لقوا في الاشعه وكده، والحمد لله وديني بدات العلاج اهوت، بقى لي 11 جلسه وفاضل لي ان شاء الله يعني دي ال 12 وفاضل لي 6 جلسات. ربنا يا رب يقومك بالف سلامه يا رب، في كل مريض والاطفال اللي فيهم والشيوخ والكبار وكل كل اللي فيهم. عليكي انا مش عايزه اتقل عليكي، مش عايزه اثقل عليكي، انا عارفه انت كنت حابه تقدمي رساله معينه، وانا بشكرك عليها، وانا مش عايزه اتقل عليكي بالكلام. ان شاء الله هتقومي بالف سلامه وهتبقي احسن واقوى وافضل، وربنا يشفي يا رب كل مريض. احنا معانا كمان سيده فاضله محاربه وسيده ايضا قويه،
حابة تقول كمان حاجة وحابة ان هي تقدم رسالة للناس. و انا برحب بيكي. الله يسلمك حبيبتي. الله يسلمك، ربنا يديك الصحة جميعا يا رب. يعني احكي لنا ايه اللي حصل ويعني من البداية خالص اكتشفتي امتى سرطان الثدي؟ ان انا اكتشفت المرض مبكر يعني الحمد لله، انا اللي اكتشفته ورحت للدكتورة امراض نساء وكده، فايه عدتني على قالت لو الورم ده صرف خلاص ما كده هتعملي ايه سونار. رحت عملت السونار، باين في السونار ان انا عندي كانسر. عملت العملية طبعا في البداية خلاص المفروض ان انا يعني جهزوني العملية وكله، بس طلع الورم عندي نشط فطلعوني تاني لا مش هتعملي العملية لان عندك الورم نشط فهتاخدي. هو طيب هو حضرتك سببه ايه يعني؟ هل حد قال لك سبب؟ وراثة برضو؟ ما فيش وراثة، هو برضو موضوع زعل. زعل ابني عنده 17 سنة ومات غريب، فيعني دي أثرت فيها شوية. خلاص لا خلاص، ربنا يقومك يا رب إن شاء الله بألف ألف ألف سلامة، ويعني يديك الصحة ويخليلك لأولادك ويحفظك. وحضرتك ست قوية وست الحمد لله. الحمد لله. لا خلاص لا لا هتخفي، أنا الحمد لله دكاترة قالوا لنا إن شاء الله هتخفي وهتبقي أفضل وأحسن، واحنا هنا موجودين برضو عشان انتوا قدوه لينا، انتوا قدوه ومثل لينا، كلنا بنتعلم منكم، بنتعلم من قوتكم، بنتعلم من شجاعتكم، وبنعلم الناس كمان وبنوعي الناس من خلال التجربه اللي انتوا مريتوا بيها. ناس كتيره جدا بتتعلم وناس كتيره جدا بتستفيد. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تقوموا بالف سلامه وتكونوا اقوى وافضل واحسن، ونفضل كده نتعلم منكم دايما. طبعا هنا لسه ما يعني زي ما كانت بتقولي استاذه رشا، والناس هنا كلهم في الحقيقه يعني بيحبوا جدا العاملين هنا في المستشفى، والدعم النفسي والمعنوي اللي بيقدم من قبل العاملين هنا في مستشفى الثدي للابطال ولمرضى السرطان. معانا مصطفى برده، استاذ مصطفى احدى الممرضين اللي موجود معانا هنا في المستشفى. مصطفى هنا الناس كلها بتحبك وبتدور عليك، يعني هو طبعا احد العاملين المحترمين الموجودين هنا في المستشفى، الناس كلها بتحبك والناس كلها بتتكلم عن معاملتك، مش انت بس، كل الناس وكل الممرضين اللي موجودين هنا بيتكلموا عن الدعم النفسي اللي انتوا بتكونوا حريصين جدا تقدموه للمرضى. هو احنا هنا في مستشفى السيد التابع لمعهد الاورام، جميع المرضى اللي بيجونا بيبقوا عندهم سرطان ثدي، فلازم نقدم لهم الدعم النفسي قبل الدعم العضوي او العلاج اللي احنا بنديه. فاما بيخش المريض هنا لازم يبقى فيه ضحكه، يبقى فيه هزار، يبقى فيه ضحك قبل ما يخش على الجرعه، لانهم بيبقوا داخلين مشدودين واعصابهم مشدوده وحاسين ان العلاج اللي هو بيتاخد ده خلاص هو علاج كيميائي، عامل زي مثلا ولا نشبهه مثلا هم تشبيها لهم كانه ميه نار داخل جسمه. فاحنا بنقعد نطمنهم ان ده محلول عادي ما بيحصلش منه اي حاجه، حتى لو حصل بيحصل حاجات بسيطه بعدها، بس مش في ساعتها يعني بيحصل الحاجه دي، ممكن في وقتها بس يحصل اللي هو موضوع الترجيع، ده اللي احنا بنطمن المرضى بيه. انما غير كده هو الموضوع بياخد من 3 ل 4 ايام بعد الجرعه، اسبوع بالكتير، وبعد كده الحاله بترجع كويسه تاني. فاحنا بنقعد نطمنهم لحد ما ياخدوا الجرعه كويس، وبعد كده نفصل لهم. هيقعدوا معانا مثلا ساعه ساعتين 3 ساعات، اخر اكبر اي جرعه بتحصل هنا في الجرعات بتحصل مثلا بتقعد 4 ساعات، فاحنا الاربع ساعات اللي احنا قاعدينهم معاهم بنطمنهم ونهديهم. وغير كده كمان ان هم يعني هم مش ناقصين. شكرا ليك يا استاذ مصطفى وكل التوفيق ليك، وانا بشكركم ويا ربنا يقومكم يا رب ان شاء الله بالف سلامه. معنا دكتور ريم عيد، استشاري التغذية العلاجية الموجودة هنا في مستشفى الثدي بمعهد الأورام. هتكلمنا أكتر بقى عن التغذية السليمة، التغذية الصحيحة، مرضى السرطان الثدي تحديدا إزاي يحضروا وجبة صحية ليهم في البيت، إيه الوجبات المفروض يتم تناولها للوقاية من سرطان الثدي. برحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا. إيه الأكلات الصحية اللي مفروض مرضى السرطان سواء ثدي أو غيره يعني يحضروها لنفسهم كده في البيت؟ طيب خلينا نتفق ان مريض السرطان زي اي مريض، زي اي بني ادم عادي، فايه هي التغذية الصحية السليمة اللي تخلينا كلنا صحتنا كويسة وما نتعرضش لاي امراض؟ اولا احنا لازم نقسم وجباتنا، بمعنى ان انا خلال اليوم محتاجة 50% من
احتياجاتي اخدها من النشويات، النشويات الصحيه، يعني العيش الاسمر، الرز الاسمر او البني، الشوفان، البطاطا، البطاطس، دي كلها نشويات صحيه. طيب ازاي اطهيها؟ ده حاجه مهمه جدا، نبعد تماما عن المقليات. مقليات من اكثر الحاجات اللي بتعرض صحتنا جميعا للخطر. نمره 2، لازم ناخد بروتين، البروتين الصحي. ايه من اجمل البروتينات الصحيه؟ اللحوم البيضاء زي الاسماك والفراخ، كمان البروتينات النباتيه. طب احنا شعب اللحوم الحمراء، اللحوم الحمراء لا ما عنديش اي مشكله معاها، يعني ظهرت اشاعات غريبه جدا تقول لك مرضى السرطان بلاش ياكلوا لحوم حمراء، لا ياكلوا بدم، بنتعرض لعلاج كيميائي، محتاجين ناخد لحمه حمراء، محتاجين ناخد كبده، ناكلها طبعا باعتدال، ما عنديش اي مشكله فيها. باعتدال يعني كم مره في الاسبوع؟ مرتين في الاسبوع كافي جدا. اكتر من مرتين في الاسبوع ممكن يعمل مشاكل او يكون خلايا سرطانيه؟ لا ده كلام مش حقيقي، كلام كله خاطئ. اهم حاجه ازاي نطهوها، بلاش نحمر يا جماعه، ناكل حاجات مشويه او مسلوقه، بلاش نحمر، بلاش القلي. أيوة. بلاش التحمير بالظبط كده. تمام. كمان البروتينات النباتيه اللي احنا شعب بيعشق البروتينات النباتيه، الفول، العدس، اللوبيا، الفاصوليا البيضاء، دي في متناول جميع الناس، وكمان بتدينا نفس المحتوى البروتيني اللي انا محتاجاه. ما اقدرش انسى ابدا الخضروات والفاكهه، وكل ما اكلنا الحاجه زي ما هي طالعه من الارض كل ما استفدنا منها، يعني كل ما الخضار كان فريش، كل ما الفاكهه كانت فريش وفي الموسم بتاعها استفدنا منها جدا. انا بشكر حضرتك واشكر حضرتك على النصائح المهمه دي لكل الناس. شكرا. شكرا. في شهر التوعيه بمرض سرطان الثدي جينا هنا معهد الاورام مستشفى سرطان الثدي جامعه القاهره علشان نشوف بعنينا ونرصد لحضراتكم ايه اللي بيتم في المستشفى وايه الخدمات اللي بتقدم.